عندنا الكابتن شوبير ان شاء الله يكون موجود، هبه الاباسكيري. عندنا يعني الحقيقه الاسمين اللي احنا اخترناهم من بره اللي احنا جبناهم ده ما بيقللش من قيمه الاعلاميين المصريين، ولكن في ناس اوريدي كانت محققه نجاح. احنا النهارده مش عايزين لما نخش في مكان يكون في حاجات كانت ناجحه بالفعل ان احنا نلغيها، بالعكس كلمه تواصل احنا بنتواصل بره وجوه. ممكن هقول لحضرتك على خبر حلو قوي في تواصل في اخر اللقاء، فده بالنسبه للاعلاميين. بالنسبه للاعلاميه لبنى عسل، يعني لو حد عارف الموقف ايه يا ريت يقول لي، لو حد عارف موقفها ايه يقول لي، لان انا فعلا شخصيا مش عارف والله فعلا.